دخل العراق في موجة وبائية ثالثة لفيروس كورونا، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن هذه الموجة أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقا، مبيناً أن الموجة الجديدة يتطلب مواجهتها في التركيز على طرق الوقاية وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني فضلاً عن التلقيح. وأشار إلى أن وزارة الصحة بدأت تطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات.